السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس السادس والعشرون مع الدرس السادس والعشرين من دروس تومر تعلم اللغة التركية المستوى الخامس جابير كتاب اسطنبول يافانجيلار إتشين تركيا. أهلا وسهلا بكم. نحن الآن مع درس الاستماع الثاني للوحدة الأولى، وهو عبارة عن شعر. سأقرأه الآن بدون ترجمة، ثم أعيد قراءته مع الترجمة، ثم نذهب إلى تمارينه لتحلها. Şu anda İstanbul'da olmak isterdim. Mihrabat korusunun dar yollarında seninle. Yan yana, yan yana yürümek. Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul'u. Bir de sen olacaktın yanımda adamım. Bakarken Çamlıca'dan Mihtaba, Mehtaba dinleyecektik en güzel aşk şarkılarını ve ben senin gözlerinde kaybolurken seni seviyorum diye haykıracaktım Marmara'ya. Şimdi yanımdasın belki ama ne mihrabat korusunun dar yollarında seninle yan yana yan yana yürüyebildik. Ne de bakabildik Çamlıca'dan Mehtaba. Ne de dinleyebildik en güzel aşk şarkılarını. Sadece kaybolabildim gözlerinde. Ama seni seviyorum diye haykıramadım Marmara'ya. انتهت القصيدة. مع الأسف الصوتيات ليست عندي. ربما لو بحثت في الإنترنت سأجدها. والسماع من الصوتيات طبعا أفضل من السماع مني بكثير. الآن نأتي إلى الترجمة ثم نذهب إلى الأسئلة. Şu anda İstanbul'da olmak isterdim. Şu anda الآن. Şu هذا an لحظة ده في هذه اللحظة İstanbul'da في İstanbul olmak أن أكون isterdim أردت في هذه اللحظة أردت أن أكون في İstanbul. Mihrabat kurusu اسم المكان kurusunun دار yollarında seninle. يعني أردت أن أكون في إسطنبول في مكان اسمه مهرابات كورسو في شوارعه الضيقة سنين لا يان يانا يان يانا يرومك سنين لا معك يان يانا يعني جنب إلى جنب كتف على كتف طرف على طرف يان يانا قربك يرومك السير معك أمشي معك يعني أتمنى أن أمشي معك في شوارع مهرابات الضيقة. طيب بير دا مارتلرن كناتلرن دان سيرتمك إسطنبول وبير دا أيضا مارتلر مارت هو الطائر النورس كناتلرن دان من جناح طائر النورس سيرت مك إسطنبول يعني أيضا كنت أريد أن أشاهد إسطنبول من فوق أجنحة طائر النورس. بيردا سان أولاجاكتن يانمدا أدمم بيردا أيضا سان أولاجاكتن يانمدا أنت أولاجاكتن كنت ستكون يانمدا بقربي أدمم يا رجلي يعني يا عزيزي يا رجلي تقول لزوجها ربما أو لا أدري لمن أنت كنت ستكون بقربي يا رجلي بكار كان شامل جدا مهتبا بكار كان أنت ستكون جانبي يا نمضى أدم متى بكار كان ونحن ننظر شامل جدا من ماذا نقول لها في العربية هضبة العرائس أو هيك لها اسم قريب من هذا الاسم العرائس جبل ليس جبل العرائس هضبة قمة العرائس جبل العرائس هكذا اسمها بكار كان تشاملوجا دان من قمة تشاملوجا مهتبة إلى ضوء القمر تشاملوجا منطقة جميلة جدا مطلة على طرف من طرف على إسطنبول من طرف آخر تطل على البحر يعني من طرف نرى زراق البحر زرقة البحر ومن الطرف الآخر نرى أبنية إسطنبول وهي مرتفعة وهنا تقول ليتني كنت قربك ونحن ننظر إلى ضوء القمر مهتاب ضوء القمر dinleyecektik en güzel aşk şarkılarını dinleyecektik kunna senestemi'u en güzel aşk şarkılarını ila ecmeli agani l-hubbi ve ben senin gözlerinde ve ana fi aynayka kaybolurken ve ana fi aynayka adi' ve ana atihu fi aynayk seni seviyorum uhibbuka diye hakeza haykıracaktım marmara ya kuntu saasruhu ila bahri marmara ve ana anzur fi aynayk ana uhibbuk şimdi yanımdasın belki ama شمدي الآن ينمدسن أنت بقربي بلكي ربما أما لكن الآن أنت بقربي ربما لكن نمهتاب نمهتاب نمي نمهرابات كروسونون دار يولارندا يعني الآن أنت بقربي لكن لسنا في شوارع مهرابات كروسو الضيقة سنين ليان ينا يوريا بلدك لم نستطع يعني لم نستطع أن نمشي في هذه الشوارع الضيقة في مكان اسمه مهرابات كروسو
ne de wala eyvan bakabildik Çamlıca'dan bakabildik istifana an nanzur Çamlıca'dan min hadvati Çamlıca min hadvati'l arais kımmetil arais mehtaba ila dovi'l kamer. Ne de dinleyebildik ولا استطعنا أن نستمع أن جزال أشك شركلرنا إلى أجمل أغاني العشق العشق أو الحب. يعني الآن ربما تكون أنت في قربي، نعم، لكن لم نمشي معا جنبا إلى جنب في الشوارع الضيقة، لم ننظر معا إلى ضوء القمر من هضبة العرائس أو من هضبة تشاملجا، ولم نستمع معا إلى أغاني العشق الجميلة إلى أجمل أغاني الحب. ساذج كايبولا بالديم جوزلريندا، فقط استطعت أن أغيب في عينيك، أن أفقد نفسي في عينيك. أما سانيسي فيوروم ديا هاي كرمد مرمرايا، لكنني لم أستطع أن أصرخ إلى بحر مرمرة أني أحبك. انتهى الشعر. شعر جميل، لطيف، خفيف، سهل. الآن نذهب إلى نص الاستماع، يعني اسمعوا الشعر مرة مرتين ثلاثة، ومن يحفظه يعني يكون جيد جدا. نعود إلى الاستماع. ما شاء الله الكتاب طويل جدا، 240 صفحة، ونحن في الصفحة 18 أو 19 غالبا. هنا دين لما يقول لنا شيري دين ليالم، لنستمع إلى الشعر. استمعنا إليه. وأشادكي بوشلوكلار دول دولارم دول دورالوم ولنملأ الفراغات التي في الأسفل. الآن هذا هو الشعر الذي قرأته أنا. أنتم لن أقرأه مرة أخرى لأنني قرأته وترجمته. أنتم اقرأوا واملأوا الفراغات بالكلمة المناسبة. هذا هو الآن أمامكم. تستطيعون أن توقفوا الفيديو لتملأوا الفراغات. هنا ماذا يوجد؟ هل تتذكرون؟ فراغ هذا. طيب أتمنى أن تكونوا قد ملأتم الفراغات بشكل مناسب وبشكل صحيح. الآن الأسئلة. أشادكي سورولار، الأسئلة التي في الأسفل. شيراغورا، جواب لا يضم، لنجاوب على الأسئلة التي في الأسفل وفقا للشعر. السؤال الأول. يوكاردكي شيرين كونوسونادر، ما هو موضوع الحب الذي في الأعلى؟ الجواب موضوع الشعر هو موضوع. جاوبوا، أوقفوا الفيديو وجاوبوا ثم استمعوا إلى جوابي. جوابي برأيي موضوع الشعر هو شوق، ربما اشتياق إلى مدينة اسطنبول. يعني نقول شيرين كونسو أزلمدر، أزلم اشتياق. شير عفوا شاعر كما سيسلان مكتدر الشاعر. الشاعر يجب أن يكون مرأة لأنها تقول أدمم. راحت الصفحة. الشاعر يقول أدمم فتقول يا رجلي، فإذا كانت تقول يا رجلي ينبغي أن تكون أن لا تكون رجلا، مو من المعقول أن يكتب رجل. الشاعر اسمه أزدمير أصف. أزدمير اسم رجل أم امرأة؟ لا يعني اسم رجل، لكن كيف يقول أدمم؟ طيب المهم ليس هذا شأننا. شاعر كيماس إسلام مكتدر، يعني برأيي الشاعرة تتكلم مع زوجها تقول له تمنينا أن نكون في اسطنبول لكننا لم نكن في اسطنبول، قلت لك انا احبك لكن لم استطع ان اصرخ اني احبك الى بحر مرمرة. وقالت له شمدي يا نمدس الاما، الان انت بقربي لكن لم نستطع ان نفعل كذا، ولا نستطع ان نمشي في الطرقات الضيقه، ولم نستطع ان ننظر الى ضوء القمر من هضبه تشاملجا، ولم نستطع. طيب السؤال الثالث. شاعر نلرا ازلمدو المقتدر، شاعر نلرا الى ماذا؟ ازلم شوق، دي مقتدر يشعر. الشاعر يشعر بالشوق إلى ماذا؟ أجيبه بعد ذلك يكون جوابي. جوابي الشاعر يشتاق إلى ثلاث أشياء وأربع أشياء: السير في الشوارع الضيقة للمنطقة التي ذكر اسمها، الجلوس على هضبة تشاملجا والتأمل في ضوء القمر، وأن يصرخ إلى بحر المرمرة أنه أو أنها تحب من يحب أو من تحب، زوجها زوجتها أو هذا فقط.
أظن فقط. يوجد شيء آخر؟ وأن يستمع إلى أجمل أغاني العشق من هناك. وهكذا نكون قد انتهينا من قسم الدينلما، قسم اليازما، وظيفة كتابة موضوع اكتبوه وأرسلوه إلي، ومن يرسله إلي سأصححه ولو كان 100 موضوع. أهم شيء اليازما، الذي يكتب يكتشف أخطاءه فلا يكررها، والذي لا يكتب الموضوع لن يكتشف أخطاءه فسيكررها كثيرا. لكن الموضوع الذي سيكتب ينبغي أن يكتب لا على ورقة، يعني أنا لا أريد أن أراه على ورقة، بل أريد أن أراه مكتوبا كتابة كيبورد، حتى أستطيع أن أكبر الخط وأصغره بدون، حتى يكون أسهل عليك التصحيح. طيب، استديني الزمان نا دون ما شانس نز أول سايد. شانس نز أول سايد، لو كان عندكم حظا. استديني الزمان إلى الزمن الذي تريدوه دون ما العودة. لو كان عندكم حظ أن ترجعوا إلى الزمن الذي تحبوه، مثلا إذا كان من حظكم أنكم ترجعوا 100 سنة إلى الوراء، 20 سنة إلى الوراء، 5 سنين إلى الوراء، 1000 سنة إلى الوراء، 5000 سنة إلى الوراء. أولسايد. هنجي زمانا جيتمك استاردنز. هنجي زمانا، إلى أي زمان جيتمك الذهاب استاردنز، كنتم تريدون الذهاب. لو كان بيدكم أن تذهبوا، أن تعودوا إلى الوراء في الزمن، فستذهبون إلى أي فترة وإلى أي حقبة زمنية؟ ونلاريا باردنس، وماذا كنتم ستفعلون؟ هيال إدلين، لنتخيل و يا ظلم ولنكتب. تخيلوا واكتبوا. لو كان عندكم القدرة أن تعودوا إلى الوراء إلى الزمن السابق، فأي زمن تختاروا؟ ولماذا؟ اكتبوا هذا. كل ما كان الكلام أطول، مثلا اكتبوا 20 شيء كنتم تريدون أن تفعلوا. كنتم تريدون أن كنت تريد أن تذهب، أو كنت تريدين أن تذهبي إلى مثلا عام 1900، عام 1803، إلى جانب، إلى منطقة كذا، مع شخص كذا، كنت أريد أن أفعل هذا وأسأل عن هذا وأكتب هذا وأقرأ هذا وأزور تلك المنطقة وأزور هذا المكان، وأكتب قدر ما تستطيعون. يعني أكتبوا 10 صفحات، لا 10 صفحات، يعني صفحة كاملة، صفحتين، معلش، أكتبوا 20 صفحة، لكن لا ترسلوها إلي لأني لن أقرأها، أو أرسلوها ربما أقرأها. دمتم بخير، دراسة موفقة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.